شهد مسرح البحرين الوطني مساء أمس انطلاقة مهرجان ربيع الثقافة في نسخته 17. ونعم، وجاء حفل افتتاح مهرجان ربيع الثقافة معبرا عن جوهر الحركة الفنية والثقافية في مملكة البحرين. انطلاقا من الاهتمام الذي توليه مملكة البحرين بالثقافة، انطلق مهرجان ربيع الثقافة في نسخته 17، والذي جاء بحضور سعادة الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار والعديد من الشخصيات الدبلوماسية وجمهور غفير. نطلق مهرجان ربيع الثقافة بهذا الحفل الموسيقي للفنان البحريني القدير أحمد الجميري، لنؤكد أن الثقافة البحرينية هي جديرة بأن تكون محور البرمجة التي تقوم بها هيئة البحرين والثقافة والآثار، وتكون انطلاقة لبرنامج حافل في هذه النسخة من المهرجان يتضمن العديد من العروض المحلية والدولية في مواقع مختلفة في البحرين، لنؤكد أن البحرين خلال هذا الموسم تشهد حراكا ثقافيا استثنائيا تستقبل فيه الجميع وتوفر فرص كذلك للجمهور الكريم المحلي والمقيمين للتفاعل المباشر مع الفن البحريني والفنون الدولية. حفل افتتاح ربيع الثقافة الذي جاء تحت عنوان يا الزينة افتتح بصوت الفنان البحريني القدير أحمد الجميري، والذي استعاد ذاكرة فنية ارتبطت بفترة صعود اللحن والكلمة البحرينية. طبعا يسعدني أن أشارك السنة ذي في ربيع الثقافة، وما يسعدني أكثر هو أن تكون حفلتي اليوم هي افتتاح ربيع الثقافة. اهتمام بالثقافة أصبح ركيزة مهمة من ركائز التعريف بالمجتمع البحريني وبال الموروث البحريني وبالفن البحريني وبالمسرح البحريني. ربيع الثقافة جاء معبرا عن جوهر الحركة الفنية والثقافية في مملكة البحرين من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية، ليكون بمثابة جسر من التواصل الثقافي العالمي. افتتاح ربيع الثقافة هذه الفترة أو الفصل اللي نحتفل فيه دائما بكثير من الفعاليات الثقافية والفنية في مملكة البحرين، وشعب البحرين يعني دائما ما يصر على حضور هذه الحفلات والمشاركة فيها في هذه الفعاليات الثقافية من حب أهل البحرين للثقافة. وفعالية اليوم بعد تفتتح بالفنان الكبير أحمد الجميري، فنان بحريني مشهور ومعروف للكل، هذه بعد يؤكد أصالة شعب البحرين، أصالة الفن البحريني. مهرجان ربيع الثقافة جاء بحضور لافت ليتعرف خلاله الجمهور على الكثير من الإبداعات الثقافية البحرينية والعربية والعالمية من خلال أنشطة تحتفي بمجالات الثقافة المختلفة. جمال الخلاقي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.